مفيش اي حاجه تانية هتخلينا نبص عليك او نبص على تصريحاتك او نبص على كلامك او هتضايق جمهور النادي الاهلي. لا، جمهور النادي الاهلي ما بيتضايقش. جمهور النادي الاهلي واخد بطوله افريقيا، جمهور النادي الاهلي واخد الدوري العام، جمهور النادي الاهلي واخد كاس مصر، جمهور النادي الاهلي مستني السوبر الافريقي ومستني السوبر المحلي. حضرتك مستني ايه؟ مش عارف. انا الحقيقه مستغرب جدا 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 من هذه التصريحات، ولكن احنا عندنا حدث عالمي وعندنا صور عالميه وعندنا بدل عالميه وعندنا حاجه تفرح وعندنا حاجه تشرف وعندنا حاجه تخلينا دايما فخورين بان احنا بننتمي لهذا النادي. هو ده الكلام يا سمر، هو ده الكلام يا حبيبي، هو ده الكلام. تيشيرت اسود، تيشيرت او بدله سودا وقميص ابيض وجرافطة حمراء، علم مصر اللي دايما النادي الاهلي بيرفع علم بلده في اي مكان الحقيقه بيكون متواجد فيه. الحقيقه انا شخصيا فخور جدا 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 بان انا بنتمي لهذا النادي، بنتمي لمجموعه جماهير او 70 80 مليون اهلاوي الحقيقه في كل مكان في مصر وخارج مصر، كلهم فخورين باهلاويتهم، عارفين قد ايه ان هم بيحبوا هذا النادي، والنادي ده عمره ما هيسيبكم ودايما مستني وقفتكم في ظهر ناديكم كالعاده. الحقيقه انا متاكد ان ال 30% حضور في مباريات كاس العالم للانديه هتكون من نصيب جمهور النادي الاهلي. فخور ان انا بحب هذا النادي وفخور ان انا بنتمي لهذا النادي، ولكن الفخر دايما اهلاوي.